بدل نوع اتصال بالمبدل منه. مثاله: نفعني زيد علمه. نفعني زيد علمه، علم له علاقة بزيد لأنه وصف له. والذي نفعني زيد ولا علمه؟ علم. نفعني زيد ماله. هذا أيضا بدل اشتمال. نفعني زيد ولده، كذلك اشتمال. المهم أن يكون الثاني الذي هو البدل له صلة بالمبدل منه. أحرقت زيدا كتابه. ها، بدل اشتمال. صحيح، بدل اشتمال، لأنك إذا قلت أحرقت زيدا سوف لا يقوم على الأقل يشوش عليه، فإذا قلت كتابه زالها. طيب، ضربت زيدا فرسه، هذا أيضا بدل اشتمال للعلاقة بين زيد وفرسه، هذا بدل اشتمال. رأيت زيدا الفرس، لا هذا بدل غلط. المثال صحيح، أنتم تقولون غلط، يعني أن هذا بدل غلط ولا المثال غلط؟ بدل غلط، زيد هذا صح. رأيت زيدا الفرس، لو قلت رأيت زيدا فرسه وأضفت إليه صار اشتمال، لكن إذا قلت رأيت زيدا قال الناس كيف رأي زيد؟ زيد ميت له 10 سنين. قال الفرس، الفرس. نعم، إذن هذا يسمى بدل غلط. بدل غلط، حطوا بالكم يا جماعة. يقول المؤلف ببيانه: أردت أن تقول الفرس فغلطت، فغلطت فأبدلت زيدا منه. كان بالأول تريد أن تقول رأيت الفرس، لكن سبق لسانك فقلت رأيت زيدا، ثم ذكرت فقلت الفرس، ولهذا سمي بدل، بدل غلط، سمي بدل غلط. لكن ابن مالك رحمه الله يقول هذا النوع من البدل إن كان عن قصد فهو إضراب، إضراب، وإن كان عن غير قصد فهو غلط. وش معنى إضراب؟ يعني أنك أضربت عن الأول إلى الثاني، يعني ما في غلط، ما غلط قاصد. قلت بالأول رأيت زيدا، ثم أردت أن تخفي رؤيتك زيدا فقلت إيش؟ الفرس. ولاحظوا يا جماعة أن الحكم في البدل للثاني ولا للأول؟ ما أسرع ما تنسوا. قلنا البدل المقصود البدل، مو المبدل منه، يكون حكم لإيش؟ للثاني. الآن شوف كل هذه. أولا الحكم في قام زيد أخوك للثاني، أكلت فرغيت ثلثه الثاني، نفعني زيد علمه الثاني، رأيت زيد الفرس الثاني، لأن زيد ما رؤي الآن، زيد ما رؤي. لكن إن كان صدر منك عن غلط أو نسيان فهذا بدل غلط، إذا كان بغير قصد، وبقصد يسمى بدل إضراب، يسمى بدل إضراب. طيب، أصار البدل يتبع المبدل منه في الإعراب سواء كان اسما أم فعلا. إذن الأفعال يبدل بعضهم البعض كذا؟ نعم. قال الله تعالى: ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب. يضاعف هذه بدل من يلقى، يلقى مجزومة بحذف الألف ويضاعف مجزومة بالسكون، هذا بدل. نعم. طيب، إذن لو قلت جاء زيد، قدم زيد،
هذا أيضا بدل، بدل كل من كل، لأن جاء وقدم معناه واحد، كلها فيها قدوم. فالحاصل أن البدل نعم يتبع المبدل من في الإعراب سواء كان فعلا أو اسما. طيب، من تأخر عن الدرس يعاقب، يتلف كتابه، يتلف بدل من يعاقب، فعل من فعل، كذا ولا لا؟ طيب، من حافظ على الدرس أكرمته، أعطيته كتابا، هذا أيضا بدل، أعطيته كتابا بدل من أكرمته. وعلى هذا فقس، هذا هو آخر التوابع البدل، والبدل هو تابع للمبدل منه مقصود بالحكم بلا واسطة، هذا هو البدل. ويتبع المبدل منه في الإعراب سواء كان فعلا أم اسما. طيب، واضح إن شاء الله؟ أنواعه كم؟ أربعة: بدل كل من كل، وبعض من كل، واشتمال وغلط. هنا أظن هو جانب باقي دقيقة. طيب خلاص، نعم أكلت الغزين في الغزة، نعم هو بدل من الغزين، نعم ثلث الرغيف، ثلث الرغيف، ثلث الرغيف، لا يختلف المعنى. إذا قلنا أكلت ثلثه الرغيف صار بدل كل من بعض، إيه بدل. لكن وش المأكول إذا قلنا أكلت بعض الرغيف، ثلث الرغيف الرغيفة، يكون المأكول الآن الرغيف كله هنا. الله، باقي خمس دقائق الأسئلة الآن. نعم، لا لا ما يشتغل، لا ما له علاقة بزي، لأن لو كان فرسة لكان بدل اشتمال، ما له علاقة. ولهذا لو قلت اشتريت كتابا ساعة، ها، هذا أيضا بدل غلط، هذا بدل غلط. لكن إن كان كما قال ابن مالك إن كان عن قصد فهو غلط فهو إضراب، وإن كان عن غير قصد فهو غلط. نعم محمد، شبيه بالاستدراك، شبيه بالاستدراك إذا كان من باب القصد. نعم، من حافظ على الدرس أكرمته أعطيته كتابا، كم هو يكون هذا الثاني يفسر للأول ويخرج من هذا البدل؟ لا، يسمونه بدلا، يسمونه بدلا، كل عطف بيان يصح أن يكون بدلا، هذا القاعدة. مترادف هنا إلا في مسائل معينة استثنوها. نعم، ولهذا قال ابن مالك في عطف البيان: وصالحا لبدلية يرى في غير نحو يا غلام يا عمر، مسألة ينفق. نعم، ايش ايش هو؟ لا، بدل كل من الكل لا يشترط، اما البعض فلا بد من الضمير، وكذلك الاجتماع. نعم، اشتريت هذه السيارة من اي الوقت؟ ايش اشتريت هذه السيارة؟ نعم، من اي الوقت؟ هذه بعضهم يقول عطف بيان، لأن هذا من الأسماء المبهمة، هذه اسم إشارة مبهم، فالسيارة لا بد أن تكون بيانا، ولكن كل بيان يصح أن يكون بدلا، كل بيان يصح أن يكون بدلا. وعلى هذا فيكون بدل من جس زيد أخوك، تفسر اسم الإشارة. نعم، لو كان الاسم الذي قبل الفرس اسم للكساح للفرس، إيش لو كان إيش؟ وكان الاسم الذي قبل الفرس اسم الفرس يدعى به، يعني بعض الخيول لها اسماء، يصير كل من كل، كل من كل، يصير بدأ كل من كل. سألونا عن الشهر الحرام قتال فيه، نعم، وش تقولون في هذا؟
يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه اجتماع، لأن فيها ضمير يعود على الشهر. نعم مطلقة يصح عطيان، كل عطف بيان يصح أن يكون بدلا إلا في مسائل. نعم تسأل أي محمد بن عبد الله ابن بدلا يجوز أن تكون بدلا وأن تكون عطف بيان، لأن محمد فيه إبهام، محمد بن من، فإذا جاءت ابن عبد الله أزالت هذا الإبهام فصارت بهذا عطف بيان، ويصح أن يكون بدلا لأنك تريد أن تبين نسبته إلى أبيه فقط. عبد الوهاب أنا هذا الاستساق بدل الغلط رأيت زيدا الفارسي. نعم لا، لو قلت رأيت زيدا الحمارة صار مستشار. ليش؟ كنت بالأول قلت رأيت زيد وقلت قلت الحمار. أحيانا مع البعد ما تدري هذا آدمي ولا حيوان. نعم فتقول رأيت زيد ثم تقول الحمار. افرض ان زيد راح يدور الحمار ضايع، فتقول هذا زيد، ثم تأكد في هذه اللحظة تأكد من الحمار فتقول الحمار. اي نعم إيه يكون. نعم يمكن المثال الذي ذكرناه أكرمته أعطيته كتابا يمكن من هذا النوع. نريد مثالا لبدل البعض من الكل. أكلت ضريبة لا أجابه المؤلف مو أنت. قرأت الكتاب نصفه. تمام قرأت الكتاب نصفه. أعرف قرأت ماضي مبني على السكون اتصاله بضمير الرفع المتصل متحرك ضمير الرفع متحرك والتاء تاء الفاعل ضمير الرفع متصل في محضر الفاعل مبني على الضم. الكتاب مفعول به منصوب علامة نصبه الضم الضم على آخره. نصفه بدل من نصفه كل كذا نصفه. نعم بدل من كتاب. نعم وهو منصوب وبدل المنصوب منصوب منصوب وعلامة نصبه الفتحة وهو مضاف والهاء مضاف إليه مبني على الضمة في محل جر الإضافة. نعم أحسنت. نريد بدل اجتماع هنا الشيخ علمه. هذا عتابع المؤلف بس أنت جبت الشيخ بدل زيد. قواني الطعام هاتي مثالا نكمله قبل كمله بنفسك قبل قواني الطعام لذاتك تقوي وانا ما تقول اعجبني. نعم اعجبني. طيب أو رائحته مثلا. طيب أعجبها أعجبني أنا فعل فعل أعجب فعل الماضي. لا أعجبني كيف ما بين السكون نعم والنون نون الوقال. نعم أعجبني الطعام والياء أعجبني ضمير متصل مبين مبني على أعجبني على
واضح شيخ وش آخر اللي هذا وش عليه سكون طيب من السكون في محل محل الطائف كيف أنت قلت تو مفعول به في محل نصب في محل نصب مفعول به طيب الطعام طعام رائحة جميع ولا رائحة فقط؟ كيف منصوب؟ هو منصوب؟ الطعام مفتوح. طيب. ما بني على طيب صحيح أظن نترك ظهرها في صعوبة عندكم الذي يكون لقصد أو لغير قصد ها؟ فين؟ طيب على كل حال نقول هذا بدل غلط أعرفهم رأيت فعل الماضي مبني على السكون اتصال بالمير رقم الحرف نعم تاء فاعل التاء فاعل فاعل في مبني 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 على الضم في محل إضافة رأيت محمدا 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 مفعول به منصوب عارف مثل من فتح الظهر على آخر الأسد 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 بدل بدل كل من كل بدل غلط نعم بدل غلط من محمد من محمد منصوب وبدل منصوب بدل منصوب منصوب نعم وعلى متنصبه وعلى متنصبه طيب يا عبد الرحمن بقي عندنا خلاص خلاص ما بقي شيء نريد ها فيه قسم خامس البدل ذكره بعض علماء النحو ما هو يا عبد الرحمن بدل كل من بعض مثاله يوم البيت نحن من مارا الغاب نحن من مارا بس كسكابة يعني رحم الله عظاما أعظما تفهموها نحنوها بس كسكابة رحم الله عظاما العظام بعض من الطلحة. ويمكن تجيب شيء من عندك لأن هذا بيت مذكور من قبل رأيت يدا بيضا رأيت يد ثم بدا بيضا رأيت يدا كنت أرى يد حقا بعدين خرج يدا رأيت يد زيد جسمه رأيت يد زيد جسمه هذا ممكن أما رأيت يدا جسدا زيد يعني رأيت يدا يمكن هذا بدل غلط لا يمكن هذا بدل غلط رأيت زيدا يدا زيدا قد تكون بدل غلط لكن إذا قلت رأيت يد زيد جسمه صار هذا بدل كل من بعض طيب هذه الآن انتهت التوابع فصارت التوابع أربعة النعت والعطف والتوكيد والبدل ولا في التوابع غير هذه ما في التوابع أصلية غير هذه الأشياء في التابع بالمجاورة لكن ما احنا ذاكرينه نطق به بعض العرب فقالوا هذا جحر ضب خرب
خرب، والصواب أن يقال هذا جحر رب خرب خارب، يعني الخراب مو بالضرب، الخراب بالجحر، لكن قالوا أنه تبع للضرب بالمجاورة. هذا ما علينا منه لأن اللغة الشاذة قليلة. فالمهم أن التوابع أربعة، فإنها تمام الآن، وأخذنا عليها أمثلة بالتطبيق منكم، ما بقى لنا إلا الإعراب. فعلى من الإعراب وقف كما يظن الصدر الثاني، الصدر الثاني خلنا كملنا على الثالث، إحنا الآن على الثالث. يلا أخذت الإعراب اللي قبل قليل لكن ما يظن، لأن هذا من شكل آخر. رأيت زيدا ثوبه، ثوبه بدل من زيد. وش نوع البدل؟ بدل اجتماع. بدل اجتماع، نعم. ثوب بدل من زيد، وبدل المنصوب منصوب له علامة نصبه الفتحة الظاهرة على خير، وهو مضاف، والهاء مضاف إليه، مبني على الضم في محل جمع. طيب اللي بعد إبراهيم. هو بدل الشماء يا شيخ. أكرمت زيدا نصفه، أكرمت في الوفاعي. نعم كيف خاسر بعض منكم؟ ما بنصف الشيء بعض منهم؟ ايش يخزيك هذا تبعه؟ شو تجمع؟ فهمت زيد النصف يصلح؟ إذن هذه عاد نقطة جديدة، أن بدل بعض من الكل ما صالح في كل مكان، لا يصح في كل مكان أن تجيب بعض الشيء تبدله منه كله، لكن الشيء اللي يتبعض ممكن، الذي لا يتبعض. طيب اعتقت العبد نصفه، تقول يصح. خالد اعتقت فعل وفاعل، اعتقد فعل ما ضمن على الفتح وفي على السكون، وفي على السكون. اي نعم، عللت النقطة اتصالي بضمير الرفع المتحرك، بضمير الرفع. طيب التاء ضمير متصل مبني على السكون، مبني على الضم في محل رفع الفاعل. العبد مفعول به منصوب على نصب الفتحة الظاهرة على آخره. نصفه نصف بدل بعض من كل، وبدل المنصوب منصوب. كذا هو نصفه كله. نصفه بدل من العبد. نصفه بدل بعض من كل. بدل من العبد بدل بعض من. بدل منصوب منصوب. والهاء ضمير متصل، ضمير متصل مبني على الضم في محل جر مضاف. نعم. جر متصل ضمير على الضم. صح يا جماعة. زي هذا ثوبه هذا بدل اجتماع الشيخ. نصفه. قلت نصف المضاف والهم مضاف إليه، ما في أضاف في محله جر. طيب اللي بعده شيخ. لا عدلنا عدلتان، ما في أضاف في محل جر. رأيت زيدا ثوبه هذا بدل اجتماع. نعم. كيف يصير؟ هنا زيدا ثوبه. إيه الثوب غير زيد. هنا لكنه متعلق به مثل علمه. اللي بعده اشتريت الكتاب بدينار درهم. وين اللي منه؟ هنعدل الوهاب ولا الثاني؟
جواب الرابع الله. نعم. ها؟ وكل يطوف الجواب. يقول كل الدور ما يجيش حاجة. لا يجي إن شاء الله. نعم. من اللي يعرف الحين ما تقول؟ يلا يا أخي. ضمير متصل مبني الضم طيب الكتابة نعم بدينار درهم بدينار جار متوفر تصل البارحة خيار ودينار تصمد رب كسرة و درهم بدل من منين؟ بدل كل من كل بدل من أين؟ بدل من التافي اشتريت بدل من الدينار طيب وبدل رب مجرور وبدل بدل مجرور مجرور وعلى مجرد ما نوع هذا البدل؟ بدل كل من كل لأن الدينار لأن الدرهم هو الدينار صح؟ طيب كيف يصبح بدل كل من كل معناه هذا هو هذا بدل كل من كل معناه أن البدل هو نفس المبدل منه رحمك الله شنو على البدل بدل غلط بدل غلط لا 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 ناس لا بدل بدل غلط بدل الاستعمال لابد فيه من ضمير لابد فيه من ضمير يعود على المبدل منه طيب إذن هذا بدل غلط أردت أن تقول إيش الدرهم فغلط فأبدل سيدم الدينار منه ما سيد هذا غير هذا هذا جنس وهذا جنس ما هو جزء لا الدينار من الذهب وهذا من الفضة قدم سيد نفسه الفاضل أخوك قدم نعم الماضي نعم زيد مفعول نعم زيد فاعل مفعول كم وعلى مضرب نعم نفسه نفسه توكيد نفسه توكيد زيد نعم والتوكيد توكيد مرفوع نعم نفس المضاف والهاء مضاف اليه مبني 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 على الضم في محل جر بالاضافه نعم الفاضل الفاضل اخوك الفاضل اصلا غير الفاضل عن بعدها أخوك إيه أترف أخوك مرأة الفاضل نعت نعم يلا الفاضل نعت الفاضل نعت مرفوض لزيد لزيد وعلى هذا المرفوض نعم وعلى مترفعه نعم والعالم أخوك نعم نعم أخوك أخو توكيل لا خليت أعمل سبب الله خير Thank you.
رحمه يا أخي. تعيد هنا أقولها عرفت أقولها. لا أعمل بزين. بدل أخو بدل يلا. أخو بدل المرفوع. بدل من بدل منين؟ من زيد. نعم. وبدل المرفوع مرفوع. أخو مرفوع على من ترفع الواو. نعم. اسم الخمسة. الواو نيابة عن. الله. نعم. وأخو مضاف. لأنه إيش؟ من اسم الخمسة. نعم. أخو مضاف وكف مضاف. نعم. يلا. تبين فتح. نعم. والعالم. والقاضي اترك العالم. نعم يا فيها. نعم. نعت على معطوف على زيد. نعم. والمعطوف على مرفوع مرفوع. وعلى المترافق المضارع. أخوك الفاضل مدرس أخوك الفاضل. أنا كنت أخوك والعالم. لا حال حين قلت وفكر وقلنا لك القاضي. على كل حال الحمد لله الآن حصلت أربعة أمثلة فيها النعت والتوكيد والبدل والعطف كل التوابع. بدل أخوك هنا بدل كل مكان. ناخذ الدرس جديد. طيب يلا سمعنا هنا لكن صول. لا بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى باب مرصوبات الاسماء. المرصوبات 15 وهي المفعول به والمصدر وظرف الزمان وظرف المكان والحال والتمييز والمستثنى واسم لا والمنادى والمفعول من اجله والمفعول معه وخبر كان واخواتها واسم ان واخواتها والتابع للمنصوب وهو اربعه اشياء النعت والعطف والتوكيد والبدل. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى باب منصوبات الاسماء. هذا من باب اضافه الصفه الى موصوفها اي باب الاسماء المنصوبه. وصنيع المؤلف رحمه الله من احسن ما رايت لانه ذكر اولا المرفوعات ثم ذكر المنصوبات ثم سيذكر المخفوضات حتى يكون الانسان على بصيره. المرفوعات لا يمكن ان تتجاوز كم؟ سبعه اشياء. هو يقول المرفوعات سبعه مرات. المنصوبات لا يمكن ان تتجاوز 15 وهذا حصر في طالب العلم اذا علم انه لا يمكن ان يوجد مرفوع سوى هذه السبعه سرح. اذا علم انه لا يوجد منصوب سوى هذه الخمسه عشر ايضا سرح. واضح؟ فلا يوجد في اللغه العربيه شيء منصوب خارج عن هذه الخمسه عشر. يقول وهي المفعول به هذا واحد والمصدر وظرف الزمان وظرف المكان والحال والتمييز والمستثنى واسم لا والمنادى والمفعول من أجله والمفعول معه وخبر كان وأخواته واسم إن وأخواتها والتابع للمنصوب. التابع للمنصوب نعده واحدا ولا أربعة؟ لا نعده واحدا لأن لو عددناه أربعة صار 18 لكن نعده واحدا. إذا عددناه واحدا صارت 14. لا 14 14 الله نصيب مثل سوق الحراج 14 15. خلنا نعيد من جديد. المفعول به والمصدر
وظرف الزمان وظرف المكان والحال. كم دي؟ طيب. والتمييز والمستثنى واسم لا والمنادى والمفعول من أجله. كم هذه؟ 10. ها؟ والمفعول معه وخبر كان وأخواتها واسم إن وأخواتها والتابع للمنصوب. كم هذه؟ 14. هو نسى واحدة والله أعلم. مفعولا ظن، مفعول ظن وأخواته مهم من المنصوبات. نعم. لا في باب النواصف، باب العوام. اي العوام دهنا وانت دور. طيب اذن المؤلف رحمه الله نسي. اي يعني نعم يكتب بقي مفعولا ظن، بقي مفعولا ظن واخواتها، بقي مفعولا ظن واخواتها. ولعل المؤلف سهى عنها. طيب نعم لا يعتبر واحد لان العامل واحد، العامل واحد. طيب عرفنا الان المفعول بالمنصوبات كم؟ 15 نوعا، 15 نوعا لا يمكن ان تزيد ولا يمكن ان تنقص. حصل. وإذا قال قائل ما هو الدليل على هذا الحصر؟ فالجواب ما ذكرناه سابقا، هو التتبع والاستقراء. لأن علماء اللغة رحمهم الله وجزاهم الله خيرا تتبعوا اللغة، حتى كان واحد منهم يسافر للبراري يتلقى الأعراب ويسألهم حتى كونوا اللغة العربية وحافظوها والحمد لله. المؤلف لما ذكرها على سبيل الإجمال ذكرها على سبيل التفصيل، لأن هذه الطريقة من طرق التأليف هي من طرق القرآن. 8 أزواج هذه مجمل، من الضأن 2 ومن الماعز 2 ومن الإبل 2 ومن البقر 2، وهكذا يأتي في القرآن الشيء مجملا ثم يأتي مفصلا. وكذلك في السنة 3 لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولا عذاب أليم ثم يفصل. فالإجمال أولا ثم التفصيل ثانيا، هذا من طرق التأليف المفيدة للمخاطب، لأن الإنسان إذا أتاه الشيء إجمالا وحفظه صار يتشوف ويتطلع إلى إيش؟ إلى التفصيل، فيرد التفصيل على نفس قابلة متشوفة فيكون هذا أبلغ في مكسه. بدأ المؤلف بالتفصيل فقال باب المفعول به، باب المفعول به. يقول المعربون إنه يجوز أن تقول باب بالرفع وأن تقول باب بالنصب. فإن قلت باب فالتقدير هذا باب، يعني أنه خبر مبتدأ. وإن قلت باب فالتقدير اقرأ باب، اقرأ باب. نعم. يقول وهو الاسم المنصوب الذي يقع به الفعل، هذا المفعول به، يعني ما يقع عليه فعل الفاعل، ما يقع عليه فعل الفاعل فهو مفعول به. مش صار؟ نعم. فإذا قلت ركبت السيارة، أين المفعول به؟ السيارة، لأنه وقع به فعل الفاعل. وإذا قلت صنعت الباب، قرأت الباب، الباب. نعم. وإذا قلت حفظت الكتاب، الكتاب. فالذي يقع به الفعل فاعل هو المفعول به، ولهذا عندنا فعل وفاعل ومفعول به، فعل وفاعل ومفعول به. طيب إذا قلت
أنا راكب الفرس. الفرس، الفرس هو المفعول به. يقول مؤلف نحو قولك ضربت زيدا وركبت الفرس. زيدا وقع عليه الضرب، الفرس وقع عليه الركوب، إذن فزيدا مفعول به والفرس مفعول به. قرأت الكتاب، الكتاب مقروء فهو مفعول به كذا. وهو قسمان، يعني ممكن أن نقرب لكم المفعول به مع أنه ظن واضح. إذا عطفت عليه اسم المفعول تقول ضربت زيدا فهو مضروب، ركبت الفرس فهو مركوب، قرأت الكتاب فهو مقروء، بنيت البيت فهو مبني. هذا أيضا ما يقربون. وهو قسمان، ظاهر ومضمر. فالظاهر ما تقدم ذكره كما قلنا في الفاعل إنه قسمان، ظاهر ومضمر. نقول كذلك في المفعول به إنه قسمان، ظاهر ومضمر. الظاهر ما ليس بضمير، والضمير ما ليس بظاهر، يعني هما متقابلان. فالظاهر ما تقدم ذكره، والمضمر قسمان، متصل ومنفصل. فالمتصل 12 والمنفصل كذلك. طيب المتصل والمنفصل في المفعول به فيه علامة؟ نعم نقول فيه علامة. العلامة إذا صح أن تبتدئ بالضمير فهو منفصل، إذا صح تجعله في أول الكلام فهو منفصل، وإذا لم يصح فهو متصل. هذه القاعدة، إذا صح أن تجعل الضمير في أول الكلام فهو منفصل، وإذا لم يصح فهو متصل، سواء مرفوع سواء كان ضمير رفع أو ضمير نصب. إياك منفصل ولا متصل؟ لا إله إلا الله، كلكم تقرؤون الفاتحة. إياك نعبد، في دين أبو. إذن هو منفصل، هو منفصل ولا متصل؟ منفصل، لأنه يأتي في أول الكلام. لكن الكاف، الكاف وحدها، مثل فلان يكرمك، هل تأتي الكاف في أول الكلام؟ لا. لو قلت كاء يكرم يصلح ولا ما يصلح؟ ما يصلح. إذن هو متصل. طيب أنا في ضمائر الرفع، أنا منفصل متصل. طيب يأتي في أول كلام ولا لا؟ تقول أنا قائم. أتى في ضربت متصل، لأنه ما صح تبدأ به. لو قلت تو ضرب، تو ضرب، ما يصلح. واضح؟ هذه القاعدة، فما صح أن يأتي في أول الكلام فهو منفصل، وما لا نعم فهو متصل. طيب المنفصل المتصل 12، وهي ضربني وضربنا وضربك وضربك وضربكما وضربكم وضربكن وضربه وضربها وضربهما وضربهم وضربهن. كم ذولي نضبطها؟ طيب ضربني وضربنا وضربك وضربك وضربكما وضربكم وضربكن وضربه وضربها وضربهما وضربهم وضربهم. هذه 12. أين الضمير في هذه 12 أو في هذه 12؟
نقول أليا في ضربني هي الضمير، ونا في ضربنا هي الضمير، والكاف في ضربك وضربكما وضربك وضربكما وضربكم وضربكم في الضمير. الكاف ضربك وضربك ليس لم يلحقها شيء، ضربكما لحقها ميم وألف، هذه الميم والألف جاء بها للدلالة على أن الضمير ضمير مثنى. ضربكم أوتي بها للدلالة على أن الضمير ضمير جمع مذكر، ضربكن أوتي بالنون للدلالة على أن الضمير ضمير مذكر.